وفي يوم أحد بدأت المعركة والتحم الجيشان واشتد القتال، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشحذ من همم الصحابة ويرفع من معنوياتهم، فأخذ سيفه وقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كلهم يقول: أنا. وكان من بينهم الزبير بن العوام، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا بحقه؟ فأحجموا. فقال أحد الصحابة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تقاتل به العدو حتى ينحني. قال: آخذه يا رسول الله. فدفعه إليه، وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب ويمشي مشية المتكبر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وكان عنده عصابة حمراء يضعها على رأسه في الحرب، فلما وضعها قال الأنصار: والله لقد وضع عصابة الموت. وقال الزبير: والله لقد وجدت في نفسي حين سألت الرسول أن يعطيني السيف فمنعني وأعطاه، فقلت: والله لأنظرن ماذا يصنع. فرأيته ما لقي أحدا من المشركين إلا قتله، ورأيت منه بأسا شديدا، فقلت: الله ورسوله أعلم. وكانت هند بنت عتبة تشحذ همم المشركين فأراد أن يقتلها، فلما تبين معه أنها امرأة عدل عنها وتركها. ولما سئل في ذلك قال: والله لقد أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. ولما حل التراجع في صفوف المسلمين نتيجة نزول الرماة من جبل الرماة وانهار جيش المسلمين، حاول المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فترس بنفسه دون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقع النبل على ظهره وهو يحمي ظهر رسول الله، وسلم الله رسوله وذلك الصحابي في هذا اليوم. ولما كانت حروب الردة التي كانت لها أثر كبير على المسلمين امتحن فيها صبرهم ونقيت صفوفهم، وكانت اليمامة من أبرز تلك المعارك، لأن العدو فيها مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة الذين بايعوه على النبوة والزعامة. وقتل في هذه المعركة 500 من الصحابة، 70 منهم من حفظة كتاب الله عز وجل. كانت الغلبة للمشركين على المسلمين في بادئ الأمر، ولكن الله غالب على أمره، حتى أن بني حنيفة احتموا بحديقة مسورة أخذت اسم المعركة منها، حديقة الموت. وعبثا حاول الصحابة اختراقها حتى بدت بطولة هذا الصحابي، فرمى بنفسه داخل الحديقة فكسرت رجله، وفتح الباب للمسلمين، وشارك هو ووحشي بقتل مسيلمة الكذاب. وبعد ذلك جاءه سهم بصدره فارتقى شهيدا رضي الله عنه، إنه سماك بن أوس الأنصاري الملقب بأبي دجانة. والسلام عليكم.